أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام لدى مشاركته في الجلسة الافتتاحية للملتقى الإعلامي العربي أن أي ظرف استثنائي تمر به دولنا يجعل الإعلام في مقدمة الصفوف لممارسة دوره المهم في التثقيف والأخبار ونشر الوعي لدى جميع أفراد المجتمع، ما يحملنا جميعا المسؤولية الوطنية والإنسانية في ممارسة الدور على الوجه الأكمل تحقيقا لأهداف هذا القطاع الحيوي. خلال مشاركة سعادته في الجلسة الأولى للملتقى الإعلامي العربي تحت عنوان الإعلام في ظل المتغيرات، أكد السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام أن الإعلام يحتل الصفوف الأولى في جميع الظروف الاستثنائية. ما في شك بأن الإعلام دائما تجده في الصفوف الأولى في أي ظرف استثنائي، في أي أزمة تجد الإعلام هو تحت التقييم بشكل عام. فإذا أردنا تقييم الإعلام العربي والبحرين طبعا جزء من هذا الإعلام من هذا العالم الكبير، يجب أن تضع قاعدة تنطلق منها لتقييم ما قام به الإعلام في هذا الظرف. فإذا ما قورنا بالإعلام الخاص أو بالسوشيال ميديا أو حتى بالإعلام الغربي، الحقيقة الإعلام اليوم في ظل هذا الظرف الاستثنائي ليس كالإعلام في السابق. في السابق كان الإعلام يغرد وحيدا كإعلام رسمي، اليوم أصبحت كل مؤسسات الدولة وكل أجهزة الدولة تملك أجهزة صغيرة من الإعلام قادرة على التواصل مع الشارع، قادر على التواصل مع الصحافة، ويقوم الإعلام الرسمي بتنظيم هذه العملية. أعتقد وزارة الصحة في البحرين كانت على قدر كبير من المسؤولية عبر التعاون مع الإعلام الرسمي وإظهار كثير من قصص النجاح اللي احنا كنا من خلال هذه القصص نرسل الكثير من رسائل التطمين. المعادلة الصعبة كانت هل نحن في مرحلة تهوين أو تهويل؟ فأنت يجب أن تتعامل مع هذا الموضوع بكثير من الحذر. فلله الحمد كانت الشفافية أعتقد هي الخط الأساسي اللي من خلاله قدر الإعلام أن يقدم رسالة فيها شيء من الاعتدال. الإعلام الغربي كان متهاون في البداية، ومن ثم بدأ يطلق رسائل عبر استعدوا لتوديع أحبابكم. فالبداية كانت ما في شك بأنها خلقت شيء من عدم الوضوح. فإحنا لله الحمد كنا نراهن على المعلومة الصحيحة. متى ما أطلعت الشارع بغض النظر حتى وإن كانت هذه المعلومة يعني سيئة، على سبيل المثال ذكر عدد من الوفيات، عدد الإصابات، يجب أن تكون شفاف حتى تكسب ثقة الشارع. ولله الحمد في تقييمي أنا البسيط بأن اليوم الإعلام العربي يعني عزز من هذه الثقة بأن هناك معلومة يجب أن تصل إلى الشارع، ويجب على الشارع أن يتقبل هذه المعلومة بقدر كبير من الوعي. وفيما يتعلق بسرعة انتشار الأخبار، شدد سعادة وزير الإعلام على ضرورة التفاعل مع كل ما ينشر بصورة شفافة وسريعة. طبيعة الأخبار السيئة تنتشر بشكل كبير، يعني إحدى القنوات العالمية بثت فيديو لخبر سيء، عدد مشاهدين هذا الخبر كان أكثر من 10 ملايين خلال فترة جدا قصيرة. هل الخبر هذا صحيح أو لا؟ ما كان في هناك من ينفي، ما كان هناك يعني أي جهة تنفي هذا الخبر أو تأكد هذا الخبر. نحن نتحدث في نطاقنا المحلي، ما في شك بأن أنت تتابع جميع أخبار العالم، ولكن الخبر المحلي هو المهم اليوم. إذا كان هناك خبر غير صحيح يجب أن يتم نفيه بشكل سريع. الحقيقة هذا مقامات به جميع الجهات، الأخوة في وزارة الداخلية كانوا على يعني قدر كبير من المسؤولية في نفي أي خبر غير صحيح. وزارة الصحة كذلك، وزارة التجارة كذلك كانت جدا متعاونة، جميع الأجهزة اللي تتعلق أو
يعني كانت في الصفوف الأولى في هذه الأزمة كانت جدا سريعة في الرد. التردد في عدم الرد أحيانا يعطي المشكلة أكبر من حجمها. فلذلك أنا كنت دائما أؤكد بأن الشفافية والسرعة تحميك، هي مثل ساحة المعركة، من يتواجد في البداية يحقق الكثير من الانتصارات. وأكد سعادة الوزير أن العديد من المواقف أثبتت أن الإعلام الغربي لا يعد نموذجا يحتذى به. إذا تحدثنا في مجال الإعلام يجب أن لا نعمل هذه المقارنة، لأن في الإعلام الغربي كثير من الأجندات الشخصية، الأجندات الأمنية، اليوم شركات الدواء على الخط، كثير من الجهات اللي تحاول أنها تحقق مكاسب. فالوسيلة الأولى في تحقيق هذه المكاسب هو الإعلام. فالإعلام الغربي أنا بوجهة نظري الشخصية ليس هو بالمثال أو القدوة اللي إحنا يجب أن نراها. لكل بلد خصوصيته، لكل ثقافة يعني لمجتمع ما له إعلامه الخاص فيه. فأعتقد أن الإعلام العربي كان يعني حتى هذه اللحظة أنا أشوفه إيجاري لهذا الظرف الاستثنائي وبشكل جيد. وتطرق سعادة الوزير إلى الحرية في مجال الصحافة والإعلام. أما موضوع الحرية، أنا أعتقد أن هذا الموضوع فيه الكثير من المبالغة، بأن اليوم الدول ترغب في تقييد الحرية. لا، الدول ترغب في تنظيم العمل، حفظ حقوق الدولة، حقوق المواطن، عدم الاعتداء على الدول الشقيقة أو يعني التطاول عليها. كثير من المواد ما تمثل مجتمعاتنا، المجتمع يرفضها. لذلك ترى حتى الـ يعني الكثير من الإعلاميين اليوم هم من ينادي بيجب ضبط هذه العملية. هذا واستمرت جلسات الملتقى الإعلامي الذي تقيمه دولة الكويت الشقيقة على مدى 3 أيام بمشاركة نخبة من المتحدثين الإعلاميين عبر تقنية الاتصال المرئي.